المجلس المحلي في مدينة حرستا المكتب الإغاثي يقوم بتوزيع الحصص من اللحومات التي قد قامت بإرسالها رابطة العالم الإسلامي ومؤسسة إعمار مبادرة شام شريف، وقد حصلوا على حصصهم بعد تسجيل دفاتر عائلاتهم. مرحبا عمو، كيفك؟ الحمد لله. أخذتوا حصتكم أنتو؟ إن شاء الله مبسوط أنت هلا بعد ما أخذتوا حصتكم؟ الحمد لله. تمام. هلا كل يوم عم تاكلوا لحمة؟ لا. قد ايش صلكم ما أكلتوا لحمة؟ من زمان. من زمان كتير؟ من أيمتى؟ من وقت ما نزحنا. أيوة، الله يفرج يا رب. وأنت عمو كمان انتو شو اخذت حصه؟ شايفه بايدك الحصه ودفتر، دفتر العيله تبعكم بايدك رجينيا؟ تمام. ايه مبسوط بعد ما اخذت الحصه تبعكم؟ ليه؟ ان شاء الله صحتين وهنا. روح هلا كل هون، صحتين وهنا، يلا مع السلامه يا عمو.